السلام عليكم اخوت، تحياتي للجميع. اليوم هنشوفوا فيديو ديال حميد فلوج اش ام تي فلوج. مون خوت الدري كلشي تدخل يتابعونا، عنده محتوى زوين و مهتم بالطويرات ومن خاط معنا بالجمعية البيضاوية ونشجعو. ودار واحد فيديو مؤخرا اليوم البارح، دار واحد فيديو ديال كتجاوب مع الذكاء الاصطناعي. شوفوا شنو سول الذكاء الاصطناعي. مهم، تحياتي لكم ومدوا الفيديو. السلام عليكم خوت، نتمنى كامل تكونوا بخير انتم والطوارئ ديالكم، الله يسهل اي واحد كيبغي شي حاجه زعما. دونك بزاف ديال الدراري كانوا جربوا داك الذكاء الاصطناعي، دونك انا اليوم ان شاء الله جيت نجربه ونجربوا معكم ان شاء الله، وسولوا على طائر الحسون. دونك ندير ميكرو، راه دايروا هو هنا الميكرو الثاني، نديروا التليفون باش تسمعوا شنو يقدروا يقولوا لي. بون خوت، حنا ما عندناش ميكرو، هو عنده الميكرو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، الله يحفظك. انت لاباس عليك؟ الحمد لله كلشي بخير. بغيت نسولك على واحد الموضوع. إذا كان ممكن. طبعا، تفضل، شنو الموضوع؟ بغيناك تدوي لنا على طائر الحسون المغربي. خويا حميد، اول سؤال كنسولو الذكاء الاصطناعي، خصوصا ملي كانت انت معنا اللي كتجاوبنا، كنسولو السؤال اللي كيسولو جميع المغاربه وتقريبا جميع العرب، اللي هو واش مجوجه. هذه اول سؤال. تحياتي لك، كمل خويا. طائر الحسون المغربي او سطيطه، طائر جميل بزاف وكيتميز بالالوان الزاهيه ديالو وبالتغريد الرائع. كيعيش في الغابات والأماكن اللي فيها الشجير قرب المياه، مشهور بين الناس وكنعتبروه رمز للتفاؤل والجمال. وبحاله بحال بزاف ديال الطيور، الحسون كيواجه تحديات بسبب الصيد الغير قانوني وتدمير المواطن ديالو. واش في نظرك طائر الحسون يقدر يتعرض للانقراض؟ واخا الحسون المغربي مازال كيقيس، لكن كاين الخطر ديال الانقراض الا ما درناش مجهود. مازال كيقيس مليح. تحياتي، كمل خويا، كمل مرحبا. جهودات باش نحميوه. الصيد الغير القانوني وتدمير المواطن الطبيعيه ديالو كيفاقموا الوضع. خصنا نزيدوا في التنميه ونطبقوا قوانين الصيد بصرامه باش نضمنوا بقاء هذا الطائر الجميل. شنو هما النصائح اللي تقدر تعطي للمربين ديال طائر الحسون؟ المربين ديال طائر الحسون خصهم يوفروا ليه قفص واسع ونظيف، وضروري يوفروا ليه تغذية متوازنة كتشمل الحبوب والبذور، كيف مزرعة دوار الشمس وبذور الكتان. ما ننساش أن طائر الحسون كيحتاج لطاقة الشمس مباشرة، وباش يطلقوه يطير خارج القفص بانتظام. واخا التربية في الطبيعة أحسن، خاصهم يردوا ويعتنيوا به مزيان الى ربيوه في المنزل. احسن تربيه اللي في المنزل، واش التربيه الجماعيه او لا تربيه في اقفاص؟ تربيه في اقفاص. الطيور الحسون كيتبروا يترباو فرديا في الاقفاص او جماعيا. التربيه في الاقفاص الفرديه كتمكن كل طائر من الفضاء ديالو والتغذيه المناسبه، وكتسهل مراقبه الصحه ديال الطائر. في المقابل، التربية الجماعية في الأقفاص الكبيرة كتخلي الطيور تفاعل مع بعضها، كتحفزها وكتخليها تعيش بشكل أقرب للطبيعة. واخا فالاختيار بين طريق كيعتمد على الظروف والإمكانيات ديال المربي. وشنو هما الأمراض اللي كيواجههم طائر الحسون؟ طائر الحسون كيف حال جميع الطيور كيقدر يتعرض لبعض الأمراض، منها التهاب الأمعاء اللي كيكون نتيجة نظام غذائي غير متوازن أو ماء ملوث. كذلك أمراض الجهاز التنفسي اللي كتنتج عن تيارات الهواء البدن. الضمان صائق. واحد السؤال، شكون اللي أحسن؟ واش الحسون المغربي أو الأوروبي؟ المغربي. كل نوع عنده مميزات ديالو. الحسون المغربي كيمتاز بالألوان الزاهية والتغريد الرائع اللي كيخليوه محبوب بزاف، بينما الحسون الأوروبي عنده تغريد متنوع وكيقدروا يتأقلم مزيان مع التربية في الأقفاص.
الاختيار بيناتهم كيعتمد على الافضليات الشخصيه وشحال الواحد مستعد يعتني بالطائر. واش كتعرفي شي مربي محترف في المغرب اللي كيربي طائر الحصون؟ شي اسم ديال شي مربي؟ غادي نقول لكم ادريسي محمد. مع الاسف ما نقدرش نعطيك اسماء ديال مربين معينين، ولكن تقدر تلقى مربين محترفين ديال الطيور في المغرب من خلال الجمعيات المتخصصه او المنتجعات ديال الطيور. هادوك المربين عندهم بزاف ديال الخبره ونصائح ومعلومات في مجال تربيه الحصون. ووقت ديال التزاوج ديال طائر الحصون امتى كيبدا وامتى كيسالي؟ وقت التزاوج ديال طائر الحصون كيبدا في عاده من فصل الربيع مع ارتفاع درجات الحراره وزياده ساعات النهار. كيبقى النشاط ديال التزاوج مستمر حتى لفصل الصيف، وفي نهايته كينقص هذا النشاط تدريجيا. في هذه الفتره هذا كيساعد الطيور على انتاج الناس يلا بغين يبداو في تربيه ديال طائر الحصون المبتدئين. بالنسبه للمبتدئين في تربيه طائر الحصون هنا بعض النصائح المهمه. اول حاجه خاصك تختار قفص واسع ومريح ويكون فيه مجاثيم متعدده. ثانيا وفر نظام غذائي كيحتوي على حبوب مختلفه وبذور وقطع فواكه وخضار من حين لاخر. ثالثا حافظ على نظافه القفص باش تغسل الادوات وتغير الماء بانتظام. ورابعا حاول توفر ليه وقت يومي باش يطير خارج القفص في غرفه امنه. واخيرا كون صبور حيت الحصون طائر حساس كيحتاج الوقت باش يتاقلم مع البيئه الجديده. كنشكرك على هاد النصائح اللي عطيتينا وعطيتي للشباب ديالنا. اخر حاجه بغيت نسولك عليها، اما احسن الحصون العادي ام الطفرات؟ الاختيار بين الحصون العادي والطفرات كيرجع للتفضيلات من المعقد ديالو الاول. بالنسبه للطفرات شنو كتعرفي انت في الطفرات ديال طائر الحصون؟ الطفرات ديال طائر الحصون هي تغييرات جينيه كتؤدي لظهور الوان وانماط مميزه في ريش الطائر. لا ماشي هذا هو السؤال ديالي. ما هو شنو هما الانواع ديال الطفرات اللي كتعرفي؟ كنعرف بزاف ديال انواع الطفرات اللي كاين عند الحصون، من بينها طفرات ليلوتينو اللي كتميز باللون الاصفر الباهظ. واد حميد سول كتخلي الطائر سول على الودانيه ولا الكوبيه ولا سلسه ولا الودانيه البيضاويه ولا المراكشيه. المهم تعمق معاها صاحبي، تعمق معاها. مميز وجذاب للناس اللي باغيين يربيو حصون بهاد الطفره، كنصحهم يتاكدوا من توفير تغذيه جيده وغنيه وبيئه نظيفه ومراقبه صحه الطائر بانتظام. وبغيت نسولك على سوق القريعه، واش كتعرفي سوق القريعه للطيور؟ نعم، سوق القريعه في الدار البيضاء معروف بزاف وواحد من اكبر الاسواق ديال الطيور والحيوانات الاليفه في المغرب. كيتجمعوا فيه المربين والتجار من مختلف المناطق للبيع وشراء الطيور بما فيها طائر الحصون. ولكن خاص الواحد يكون حذر ويتاكد من الصحه ديال الطيور اللي كيشريها، حيت ما كتعرفش الظروف اللي كانت عايشه فيها من قبل. كنت كنتسنى باغي تقول كتكون حاضر تلاقى مع النسابه. المهم تحياتي. اش كاينين الناس كينصبوا على الناس في سوق القريعة؟ للأسف بحال أي سوق كبير كاين احتمال ديال النصب والاحتيال في بعض الحالات. فاش تمشي لسوق القريعة خاصك تكون حذر وتأكد مزيان من صحة الطيور ومن سمعة البائع. حاول تدي معاك واحد عنده خبرة في المجال ولا تشري من عند البائعين اللي عندهم سمعة مزيانة ومعروفين بالنزاهة. وبالنسبه للتربيه الجماعيه شنو هما السؤال السلبيات ديال اخوان؟ راه غنخلي لكم الليان التربيه الجماعيه الطيور كي نخلي لكم الليان ديال لاشين ديالو باش تدخلوا تفرجوا الفيديو كامل. انا بغينا نضحكوا معاه شويه. وتحياتي ليه. قدروا يسالوا حالات طبيب بيطاري، واش انت عندك شي اسماء ديال بعض الادويه او لا؟ او لا حيت ما كاينش طبيب بيطري مختص في المنطقه، كنقدر ننصحك ببعض المكملات الغذائيه العامه اللي كيتستخدموا لدعم صحه الكبد عند الطيور. مهم الاخوان خليكم بارك عينات لهنايا،
هنا السي عبد الحميد غادي يدخل في الامور البيطريه، حل عيني في اخويا، واحد يدخل في امور بيطريه، حنا بغينا يسول على التغريد، فهمتيني انواع التغريد كيف في المغرب وباش كيمتاز التغريد، شنو كيمتاز بين التغريد الوداني مثلا والكوبيه وبين التغريد الخلوي والودانيه، بغينا نوع معاه، ولكن هو بالاتجاه ديالو كيعزز عليه الانتاج وعزز عليه الفولير، داكشي علاش سول هاد الاسئله. كنتمنى اخو عبد الحميد الفيديو الجاي ان شاء الله تعمق معاه مازال، سول على ادريس محمد وسول على القناه معاك حتى توصل. اخوان كلشي تابونا بعدا في القناه الاولى، قناه راه ناعسه، وتحياتي للجميع، والله يدير اللي فيها الخير. ممكن واش كيديروا اللعيبه حالكم.